قال شيخنا يعني اللي ابني يرفعوا كلمة التصوف، لا تقولوا تصوف، كلمة التصوف بتشتغل الصواريخ، بتشتغل القاذيفات الار بي جي، دغري بيحاربوك، قل لهم اسلام ما بيحاربوك، قل لهم تصوف بيحاربوك، والمعنى واحد. اخي اما بتكون امام العامة يعني بمجلس عام او كذا، لا تحكي تصوف، لا تقول تصوف، قل لهم الاسلام الكامل واجعلنا مسلمين لك، بقولوا ايه مزبوط. تقول له تصوف، لا اخي بدعة، التصوف الاسلام الكامل، غيرنا الاسم، ما تسمحونا؟ لا ما بنسمح لك، لا حول ولا قوة الا بالله. اخي الاسلام الكامل، اسلموا الاسلام الكامل، هل نحن مسلمون الاسلام الكامل؟ اين المسلم الكامل احبابي؟ اذا كان سيدنا ابراهيم هو ذاته يطلب واجعلنا مسلمين لك، فالناس ظنوا الاسلام كلياتنا الامه الاسلاميه كلياتنا مسلمين، هي كلها القاب، القاب ما فيها حقائق، اصحابها ما حاملين حقائقها. فاين الاسلام الكامل؟ الاسلام الكامل سيدنا ابراهيم، سيدنا اسماعيل، هذا الاسلام الكامل. فاين نحن من الاسلام الكامل؟ لما نقول واجعلنا مسلمين لك، يعني هذا اعلى مقام واعظم مقام، الاستسلام لله والاستجابة له ظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. فمسلمين نحن إن شاء الله بنصير مسلمين، دخلنا الطريق لنصير مسلمين، دخلنا الطريق حتى نحصل بالنهاية على لقب الإسلام الكامل. فإذا انتقلنا إلى الدار الآخرة فهؤلاء والهدول المسلمين، هدول المسلمين المستجيبين لله عز وجل الذين ينجون يوم القيامة. أما بكون مسلم ورايح ما مخلي لا أخلاق وأخلاق إسلامية، ولا راضي عن أقدار الله، ولا مستسلم بقهر الله، ودائما يعترض ومقصر في طاعاته واقتحم الحرام كثيرا، وجاي بعدين الإسلام، وين الإسلام؟ هذا ليس إسلام الذي أنت تأتي به. فإن شاء الله بدنا نكون مسلمين حقيقيين. فكل اذا نظرت وبلاها ما بدنا الكرامات كلياتها، عقلنا ما بيتحمل بالاصل، بيصير معنا شيء كرامه صغيره بيصغر عقلنا دغري، نعجب بانفسنا ونصير منصدرها لهالعالم ونتاجر فيها بين العالم ونركب على ظهورتهم كمان، وبنحتقر من لم يجري على يديه الكرامات. لا ما بدنا الكرامه كلياتها، قس وزن نفسك على هذا الميزان، الاستسلام لقهر الله باطنا والاستسلام لأوامر الله ظاهرا. فإذا صرت ظاهرا وباطنا أنت المسلم الكامل.